السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هيكون عن اكلة انا عملتها لكم من كام يوم على سناب شات، او يعني وريتها لكم على سناب شات، بس ما شرحت لكوش طريقة عملها ازاي. فانا النهاردة هسجل لكم فيديو ازاي تعملوها. هي وجبة سحور مشبعة، معمولة من شوفان ومعمولة من مكونات طبيعية وفواكه، هتخليكوا تحسوا بالشبع وهتخليكوا كمان حاسين ان الصيام هين، مش صعب يعني. وكمان رطبة فيها زبادي وفيها المكونات اللي انا قلت لكم عليها قبل كده في السحور او السحور الصيام من غير تعب. الفيديو لو انتوا شفتوه، لو ما شفتوهوش هتلاقوه تحت في الديسكريبشن بوكس. خليني اقول لكم بسرعه المكونات وبعدين نبدا نشتغل. انا هستخدم زبادو باي طعم انتوا حابينه، ممكن بالتوت البري زي، ممكن بالفراوله، بالخوخ، اي حاجه انتوا عايزينها. بس اهم حاجه لو انتوا بتعملوا دايت ان انتوا تجيبوه زبادو مكتوب عليه كلمه لايت من قدام هنا. تاني حاجه هستخدمها هي زبادي، هستخدم زبادي برضو لايت. لو انتوا ما بتعملوش دايت ممكن تستخدموا اي نوع زبادي انتوا حابينه. بعد كده هستخدم عسل، عسل نحل خام هستخدمه، يعني بالمقدار اللي انتوا عايزينه. طبعا بديل للسكر، فممكن تستخدموا العسل بديل للسكر. هستخدم تفاحة متقطعة شرايح كده رفيعة، وهستخدم معلقة جوز هند كبيرة ومعلقة زبيب كبيرة وفواكه مجففة من الصغيرة دي. ممكن لو انتوا مش عايزين فواكه مجففة تشيلوها خالص. والعنصر الاساسي او الاهم في الحاجات دي كلها هو الشوفان. هستخدم الشوفان الني ده مش المحمص. ممكن تستبدلوا الشوفان ده بالجرانولا. الجرانولا عبارة عن شوفان ومكسرات، كلهم محطوط عليهم شوية فانيليا وشوية حاجات كده على بعضها. ان شاء الله هبقى اعمل لكم الفيديو ده ومتحمصين. انا نفسي حابة الشوفان الني ده اللي مش متحمص، فهعمل معاكم الاكلة دي النهاردة. انا هستخدم علبة كده عشان احط فيها المكونات. المكونات هتتحط فوق بعضها، بس هيتسابوا فترة. يعني انا زي ما انتم شايفين بعمل الفيديو ده الصبح علشان ده هيبقى السحور بتاع النهاردة، فعشان الشوفان كمان يشرب اللبن والحاجات اللي موجودة في المكونات دي. اول حاجة هحط معلقة زبادي، هحط معلقة زبادي تحت كده في العلبة. تمام. وبعدين هحط شوية من الزبادو، هحط كمية صغيرة منه كده. وبعدين هحط شوية جوز الهند وشوية فواكه مجففة وشوية زبيب، كميات صغيرة كده. تمام. شوية زبيب، شوية فواكه مجففة، هحط شوية عسل يعني اقل من معلقة طبعا، لان احنا عايزين نحط معلقة واحدة على المكونات دي كلها، فهحط شوية صغيرين كده من العسل، يعني تقريبا نص معلقة او معلقة صغيرة من العسل. هحط شوية شوفان. طبعا احنا عايزين للوجبة الواحدة تقريبا من 4 لـ5 معالق شوفان، فانا هحط تقريبا معلقة ونص او معلقتين يعني في اول طبقة. تمام. انا مش هقلب اي حاجة لان انا هرجع احط مكونات تانية.
هنيجي بقى للتزيين من فوق، هنحط التفاح بالراحة عشان ما ينزلش تحت كده، هنحط ممكن ترشي عليه رشة قرفة من فوق، وممكن تسيبيه زي ما هو كده. انا هسيبه كده طول الفترة بتاعة الصيام لحد ساعة السحور بالليل، وان شاء الله هيطلع حلو جدا وهيعجبكم. لو حسيت ان هو مش مسكر قوي ممكن تزوده عسل، انا طبعا حط عسل على قدي لان الزبادو مسكر، وبحس ان العسل كمان بيسكر زيادة، فمش عايزة ازود الموضوع. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم ان شاء الله. ان شاء الله تجربوه وتقولوا ايه رأيكم فيه. ممكن تستخدموا اي فاكهة تانية غير التفاح لو انتم مش حابين. وده كان فيديو النهاردة، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم.